كبيرة من جديد نعود لنكمل صباحاتنا الندية، واليوم الحديث عن العمل النقابي والانتخابات اللي جرت في اليومين الماضيين هي استعادة للديمقراطية في السودان، خاصة إنه العمل النقابي هو عمل متجذر ساعد كثيرا في حل كثير من القضايا، كمان هو كان كتلة متماسكة ضد الأنظمة العسكرية في فترة من الزمن، يعني إذا كان في 64 أو 85 هذه الكتلة استطاعت إنه تستعيد العمل الديمقراطي في انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين اليومين الماضيين. سعداء أن نرحب بالأستاذة إيمان فضل الصيد، أهلا وسهلا، الإعلامية الصحفية، مرحبتين، صباح الخير. أهلا ومرحب بكم، صباح النور. سعيدة جدا أني أكون معكم الليلة عبر شاشة التلفزيون الشروق، وبقدم التحايا لكل الشعب السوداني وتحايا المجد والخلود لشهداء الشعب السوداني وشهداء ثورة ديسمبر المستمرة، وتحايا المجد للمصابين والمفقودين وتمنيات العودة والشفاء العاجل لهم. اللهم أمين يا رب. أستاذة إيمان أهلا وسهلا بك، نحن سعيدين أنك حضور بيننا عشان نتحدث الجسم والكتلة الجميلة اللي كونوها الصحفيين الآن من انتخابات شهدت وقت طويل جدا وشهدت صناديق اختراع. خلينا نقول مبروك لكم تاني، وخلينا نتكلم نحن ذاتنا في الأول كيف قدرتوا تكونوا الجسم اللي كان صعب جدا رغم العراقيل والمشاكل الحاصلة. أول حاجة يعني أنا دار أعبر عن فرحتي الكبيرة حاسين بها بالإنجاز العظيم اللي حققه القطاع الصحفيين. نعم. في توقيت صعب جدا، وإحنا يعني لينا الفخر والاعتزاز إننا أول جسم شرعي يعني جاب انتخابات حرة ديمقراطية من 33 سنة، فهو ده إنجاز عظيم أول حاجة، ونحن بنهديه للشعب السوداني كله ولكل القطاعات المهنية إن هي تحزو في نفس الحزو وتحقق لنفسها انتصار بإن هي تنتزع نقاباتها وأجسامها المهنية وتأسس لديمقراطية واستقلالية النقابة وتسهم في العمل العام من خلال الأجسام النقابية المهنية المستقلة، وإحنا محتاجين لها في 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 أوضاعنا الحالية اللي إحنا بنعيشها، للدور العظيم اللي بتقوم به النقابات في الحراك السياسي وفي الدفاع عن الديمقراطية وعن الحريات وعن الحقوق. أستاذ إيمان، حتى من أربعينيات القرن الماضي النقابات كان عندها دور كبير جدا في خدمة المجتمع وخدمة الطبقة العاملة نفسها، يعني إذا تكلمنا عن آخر مرة من 89 بعد انقلاب الإنغاذ تم حل النقابات وأرجعت لقانون 91، ومن ثم تم تكوين تحت مسمى منشآت، ومن ثم جاءت اتحادات، فكثير من الناس بتخلط ما بين الاتحاد وما بين النقابة. بالنسبة للناس اللي داولوا الأخبار في الفترة الأخيرة، يعني فعايزين نوضح يعني شنو اتحاد ويعني شنو نقابة، هل الاتحاد نقابة أو النقابة اتحاد؟ هو ممكن يكون الفرق ما كبير، بس الفرق في إنك أنت لما تحدد إنك أنت عاوز تعمل نقابة بيكون تعريفك لها شنو. النقابة تعريفها إنها هي جسم طوعي أو ممكن نقول اتحاد طوعي بين العاملين والعاملات، بيأسس لجسم مستقل وديمقراطي. الاستقلالية نحن لازم نفرق بين الاستقلالية وبين العمل السياسي، يعني هي تكون مستقلة من الدولة ومن الأحزاب السياسية. صحيح. لكن في نفس الوقت هذا لا يعني إنها هي ما تقوم بدور سياسي، بس بتقوم بالدور السياسي ده وزن الديمقراطية الداخلية، يعني الأعضاء النقابة هم اللي بيحددوا إنه شنو، بيتفقوا على الدور السياسي اللي هم حيقوموا به على اعتبار إنه لا حياد يعني سياسي في أوضاع إحنا طرف في الصراع الاجتماعي يعني الموجود في البلد، فبالتالي لازم يكون عندنا دورنا السياسي، لكن الدور الذي لا يتعارض مع استقلالية النقابة كجسم مستقل عن الأحزاب السياسية وعن الدولة وعن أي جهة أو أي إملاءات أخرى. جميل. بالإضافة إلى ديمقراطيتها اللي هي في إدارتها، في طبيعة إدارة العمل داخل النقابة إنه لازم يكون طبيعة الإدارة هي ديمقراطية. جميل. فأنا بعتبر إنه مبدأ الديمقراطية ومبدأ الاستقلالية هي أهم مبدئين في العمل النقابي. جميل. أستاذ إيمان، نحن ممكن نقول النقابة الآن أصبحت نقابة شرعية؟ بالتأكيد أصبحت نقابة مكتملة
كل الأركان اللي ممكن تكون هي حاضرة بوجود صناديق الاختراع. شنو كان معرقل في صناديق الاختراع وكيف تم التصويت؟ كيفيته كانت كيف بالنسبة لك وبالنسبة لكل أهل الصحافة؟ هل كانت مرضية؟ أول حاجة العملية عملية الانتخابات من بدايتها ومنذ آخر جمعية عمومية للصحفيين تم فيها إجازة النظام الأساسي وإجازة السجل الصحفيين النهائي وقانون الشرف المهني. بعدها تم انتخاب لجنة الانتخابات اللي هي تم انتخابها في الجمعية العمومية مشكلة من عدد من الصحفيين الموقرين لهم التحية، وهم تعبوا وقاموا بمجهود كبير جدا على رأسهم الأستاذ فيصل محمد صالح كان رئيس اللجنة، وعدد من الصحفيين هم 8 إلى جانب لجنة قانونية تشكلت من اللجنة التمهيدية للمحامين الديمقراطيين. بعد ذلك تمت الإجراءات بسلاسة. الوسط الصحفي دخل في مود الانتخابات بأنه نزلت قوائم. نحن كان عندنا جسم هو التجمع الديمقراطي للصحفي، هو التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين. التجمع الديمقراطي أقام ندوة هي كانت أول فعالية في الحديث عن النقابة، كانت بتنادي بوحدة بالقائمة الموحدة. القائمة الموحدة للصحفيين على أساس معين هو الالتزام المهني والاقتناع بمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية الكاملة. بعد ذلك نزلت قوائم الديمقراطية اللي بتتحدث عنها الآن، هل كانت موجودة من خلال تكوين النقابة تحت الصحافة الآن؟ بالتأكيد كانت موجودة، التنافس كان حر وشريف وكانت الأجواء ديمقراطية إلى أبعد مدى. وفي اللحظة دي أنا يعني أقدم الشكر لمؤسسة طيبة برس اللي هي ابتكرت أو أعلنت عن برنامج المناظرات بين المرشحين، ودخلوا المرشحين في القوائم الثلاثة في ماراثون مناظرات كان جميل جدا. من خلاله تم عرض البرامج الانتخابية، وبالتالي القاعدة الصحفية أو الوسط الصحفي في تصويته للانتخابات هو كان معتمد على البرامج. ثلاثة من القوائم كانت مرشحة، هي قائمة الوحدة الصحفية اللي هي كانت تتكون من ثلاثة كيانات هم التجمع الديمقراطي والصحفيين المستقلين وكيان الصحفيات، بالإضافة إلى شبكة الصحفيين كانت في قائمة وإلى التجمع المهني كانت طبعاً قائمة. سقط البعض منهم بالتأكيد. نعم. القائمة الفائزة كانت هي قائمة الوحدة الصحفية، فازوا منها 36 عضو بالإضافة إلى 3 أعضاء دخلوا من قائمة الشبكة. النتيجة كانت مرضية لأبعد الحدود، يعني لحظة إعلان النتيجة يعني الفرحة كانت كبيرة جداً. يعني أنت ما بتقدر تفهموا منو كان فايز في اللحظة ديك ومنو كان خاسر. بالعكس كل الوسط الصحفي كان حاسب الانتصار لأنه يعني قدر يستعيد جسمه النقابي والنقابة التأسيسية له. كنت دايرة أقول شوف الحتة دي الفرحة اللي هي حاسة بيها ما قادرة حتى ده شفناه حتى من الصحفي. صحيح. لكن لو كان السؤال اللي بيتبادر في أذهان كل المشاهدين، الحاجة الثانية اللي كانت يعني تلقى الميديا بخصوص الشد والجذب بالنسبة للمرشحين أو حتى نتيجة الإعلان النتيجة بتاعت الفائز، يعني فكيف بتردوا على كثير من الاتهامات اللي كانت بتجي إنه هو ما إجمع بالنسبة لكل الصحفيين، لأنه في صحفيين أسماء لامعة ومنارات سامقة هي ما دخلت في العمل الانتخابي. يعني كثير من الصحفيين في منصات التواصل الاجتماعي طلعوا وصرحوا بالحاجة دي، فأنتوا أعلنتوا للصحفيين ولا تم اختيار ناس معينين ولا كيف الموضوع كان؟ تم فتح سجل الصحفي بمن حضر؟ للصحفيين لا، يعني ابتداءً تم التسجيل عن طريق إيميل إنه أنت كصحفي ده عاوز تسجل تكون ضمن الجمعية العمومية للصحفيين عشان نمشي في الإجراءات بتاع تشكيل النقابة. تسجل اسمك، مكان عملك، مراحلك المهنية يعني في العمل. أيوة. بعد كده تم تنقيح السجل، كانت في لجنة، يعني بعد ما تشكلت اللجنة التمهيدية
اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين تشكلت في جمعية عمومية، بعدها تم فتح باب تسجيل ثاني وتنقيح ثاني للسجل، وصل عدد المسجلين في سجل الصحفيين 1300 صحفي وصحفية، كانوا ديل هم الجمعية العمومية اللي اجتمعت وأجازت النظام الأساسي، وده كله حصل وزن الشرعية اللي احنا أخذناها من منظمة العمل الدولية. السودان وقع على اتفاقية الحرية النقابية وتنظيم العمل النقابي، هي كانت اتفاقية رقم 87، المادة 2 فيها بتدي الحرية إلى أنه كل القطاعات المهنية أو الأجسام المهنية والعاملين إذا أرادوا أنهم هم يكونوا أجسام مهنية لا توجد شروط في ذلك، يعني هم اللي بيحددوا آلياتهم، بيحددوا الأنظمة بتاع الأول البروسيس اللي هم حيشتغلوا بها، والاتفاقية دي وقع عليها السودان في حكومة الفترة الانتقالية، وهي بالتالي لغت كل القوانين اللي هي مضافة لها والقانون بتاع 2010 اللي استندوا عليه بعض الصحفيين في الطعن، وهم طعنهم غير قانوني. يعني أستاذة إيمان، بما أنك ذكرتي في أنه كان الباب مفتوح، هل كان للولايات دور كبير من الصحفيين اللي موجودين في الولايات في أنه مشاركاتهم كانت كيف؟ هل عن طريق الإيميل زي ما ذكرتي يرسلوا ومن حقهم أنهم يكون بالتأكيد؟ نعم، كل الصحفيين، كل المراسلين الموجودين على مستوى الولايات، حتى الصحفيين الموجودين خارج السودان هم كانوا مسجلين في السجل، وحتى لجنة الانتخابات أتاحت لهم التصويت عبر للموجودين في الولايات وموجودين خارج الخرطوم وخارج السودان أيضا، التصويت في الانتخابات عبر الإيميل، وفعلا هم شاركوا معنا في عملية التصويت وصوتوا للانتخابات لمنصب النقيب ولمجلس النقاب. واحدة من الحاجات يا حمزة قبل أنت ذكرت بعض من الناس أنه كان عندهم حتى بوستات في الفيسبوك اللي هم من الصحفيين، لكن برضو كان الجدل الأكبر في أنه سقوط بعد صناديق الاختراع والأخطاء اللي كانت حاصلة، شنو كان داير تحديدا في أنه تكون في حاجات حصلت أو إجراءات هل هي كانت غير صحيحة؟ هو بكل صراحة يعني الجسم المضاد أو الأجسام اللي هي ضد قيام النقابات المهنية هي لابد إنها هي تعترض، يعني ده الشيء الطبيعي. فالاتحاد الصحفيين اللي هو رئيسه الأستاذ الصادق الرزيقي هو عبر عن اعتراضه عن الخطوة اللي بيقوموا بها الصحفيين، وأصدروا بيان بيدينوا فيه الخطوة وبيعتبروا إنها هي غير شرعية، بس كان كل ما قدموه كان مردود عليه، يعني الأجسام الصحفية الموجودة، تجمع المهنيين، قائمة الوحدة الصحفية وغيرها من الأجسام، هي ردت ببيانات، البيانات كانت بتوضح فيها إنه شنو الشرعية اللي إحنا استندنا عليها في إننا نحن نأسس لنقابتنا، وما تعرضنا في العملية الانتخابية إلى نهاياتها ومرحلة الاقتراع ومرحلة فرز الأصوات، لم نتعرض إلى هجوم بأي شكل من الأشكال غير الموجود في الأسفير في الأسافير. بالضبط، لأنها ما كانت بتستند على أي سند قانوني، فما يعني حتى الناس كانت متوقعة إنه يحصل قمع بس ما حصل، ودي حاجة يعني كويسة جدا جدا، يعني ده مؤشر طيب للديمقراطية. يعني في ناس كانوا بيتكلم يعني عن حتى استعادة الشرعية بخصوص الانتخابات، بتقول حتى الاتحاد اللي هي حكومة الإنغاذ اللي كونت اتحادات، الاتحاد بتاع أستاذ الصادق الرزيقي نفسه هو 4 سنوات وبعده مفروض يتم لجنة وجمعية عمومية بعد ذاك يكون في انتخابات، فما حصل ده كله إبان الثورة، يعني ما حصل ده كله، فده مهد أرضية ثابتة بالنسبة لأنه تكون في نقابة. خلينا نفرح شوية معاكم، يعني أنتوا عايزين تعملوا شنو بالنسبة للصحفيين وحقوقهم وواجباتهم؟ ده الشيء المهم ممكن يتقدم في الفترة دي بالتحديد، لأنه في حقوق كثيرة مهضومة. يعني طبعا يعني هي قائمة الوحدة الصحفية نزلت برنامج انتخابي بعتقد أنه كان عملي جدا، هو طموح، فكرته طموحة في أنه يحقق يعني يحقق المطالب
الوسط الصحفي، في الأجور العادلة، في الترقي الوظيفي، في تحسين بيئة العمل بشكل عام، في استصدار قوانين تمنع الحبس للصحفيين المستند على النشر، في إن هي تلغي قانون الصحافة والمطبوعات اللي هو بيكبل العمل الصحفي، يعني إجراءات كثيرة ومسائل كثيرة، بالإضافة إلى إنه يعني النقابة أو مجلس النقابة في أول اجتماع له وهو لسه ما اجتمع، مفروض إنه يعني يفكر في إنه كيف يسترد دار النقابة. إن شاء الله نشوف ده كله واقع يعني. إن شاء الله. نحن أستاذ إيمان صراحة الزمن يعني خلصوا الزمن دايما. لكن في أسئلة كثيرة قد تكون دايرة في أسهالنا وأسهال المشاهد. صحيح. النقابة حتعمل شنو للصحفيين، ممارسة المهنة، مزاولة. إن شاء الله نشوف واقع يعني في الفترة الجاية. نشوف واقع أجمل وأفضل إن شاء الله من اللي كان الناس شايفينه مثلا، أو الناس الحابين إنه يشوفوه بطريقة أجمل. شاكرين ومقدرين لحضورك، نتمنى لكم التوفيق، نتمنى للجانب النسوي تحديدا في النقابة اللي نال حظه ألف مبروك بنقول لهم، وشكرا جزيلا لك. كتر خيرك أستاذة. بس في نقطة بسيطة اللي هي إنه صحفيات 13 صحفية في مجلس النقابة، يعني أكثر من 35%، ونحن بوجودنا في السجل كصحفيات 350 من 1300، يعني إحنا أقل من 30%، فحصلنا على مقاعد أكبر من وجودنا في السجل. صحيح. وإن شاء الله حنعمل على إننا نحن ندافع عن حقوق الصحفيات وعن الحقوق المهنية بشكل عام. أستاذ إيمان فضل الصيد كتر خيرك.